ستظل حرب أكتوبر رمزا للفخر والعزة للمصريين وللعرب، فقد ظهر المعدن العربي الأصيل، حيث كان للدول العربية دورا لا ينسى في مساندة ودعم الجيش المصري والجيش السوري في هزيمة إسرائيل. في البداية قبل البدء في سرد أعداد الوحدات العسكرية للدول العربية المشاركة في حرب أكتوبر، علينا أن نتعرف على مصطلحات الوحدات العسكرية. فالكتيبة تتكون من عدد 2 إلى 6 سرايا بعدد من 300 إلى 1300 جندي، ثم اللواء ويتكون من 3 إلى 6 كتائب، أي من 3000 إلى 5000 جندي، ثم الفرقة وتتكون من 2 إلى 4 ألوية بعدد من 10000 إلى 30000 جندي. أما اللواء المدرع فيتكون من 80 إلى 120 دبابة. والسرب في سلاح الجو عادة ما يتكون من 12 إلى 24 طائرة. ففي حرب 6 أكتوبر عام 1973 هاجمت مصر بعدد 42 لواء متنوع بعدد 19 لواء مشاة و8 ألوية ميكانيكي و10 ألوية مدرع و3 ألوية محمولة جوا من القوات الخاصة والمظليون ولواء برمائي ولواء صواريخ. وهاجمت سوريا بعدد 27 لواء جنود متنوع بعدد 12 لواء مشاة وعدد 5 ألوية ميكانيكي وعدد 10 ألوية مدرع. وعلى الجانب الإسرائيلي فكانت سياسة أمريكا هي أن تضمن لإسرائيل التفوق على جيرانها مجتمعين. والآن نستعرض الدور العظيم الذي قامت به الدول العربية في مساندة مصر وسوريا بحرب أكتوبر المجيدة، حتى يعرف أبناؤنا أن قوتنا في وحدتنا وفي اكتمال صفوفنا دعم وسند وعزة. أولا الدول المعاونة بالعداد العسكري، حيث شاركت 9 دول عربية بتقديم الدعم العسكري على الجبهتين المصرية والسورية. وإذا رغبنا في تقييم هذا الدعم من ناحية قوة التأثير، فإنه يمكن ترتيب هذه الدول قياسا على أساس أن السرب الجوي يعادل 20 نقطة، واللواء المدرع يعادل 10 نقاط، ولواء المشاة يعادل 5 نقاط، وكتيبة المشاة تعادل نقطة واحدة. وفي حالة تعادل النقاط تعطى الأسبقية لتاريخ الوصول لأرض المعركة. فجاء في المركز الأول دولة العراق الشقيقة، حيث أرسلت العراق إلى مصر سربان من طائرات هوكر هانتر في نهاية مارس 1973، وبلغ مجموعات الطائرات التي وصلت مصر 20 طائرة قبل بدء الحرب. وكان للسربان دورا فاعلا في حرب أكتوبر، وهو ما جعل الرئيس أنور السادات يمنح وسام نجمة الشرف العسكرية إلى قائد السرب العراقي، بالإضافة إلى قيام العراق بالتبرع بصواريخ أرض أرض من طراز لونا لمصر قبل حرب أكتوبر، حيث أن تلك الصواريخ كانت من بين الأسلحة التي منع الاتحاد السوفيتي توريدها لمصر، فقام العراق بإرسالها لمصر بلا ثمن. وبلغت خسائر العراق على الجبهة المصرية في نهاية الحرب 8 طائرات هانتر ومقتل 3 طيارين وأسر 3 طيارين. كما وقفت العراق بجانب سوريا بعد اندلاع الحرب بفرقة مدرعة وفرقة مشاة، بالإضافة إلى عدد 3 أسراب ميج 21 وسرب ميج 17. وبلغت خسائر الجيش العراقي في سوريا 323 شهيدا عراقيا و137 دبابة ونقلة جنود وعدد 26 طائرة عراقية، وتم دفن الشهداء العراقيين بجنوب دمشق. وجاء في المركز الثاني الجزائر الشقيق، فبعد اندلاع الحرب أرسلت الجزائر للجبهة المصرية سرب ميج 21 وسرب سوخوي 7 وسرب ميج 17، وصلت أيام 9 والـ10 والـ11 من أكتوبر، ولواء مدرع وصل يوم 17 من أكتوبر. وفي المركز الثالث جاءت ليبيا الشقيق،
حيث تواجد قبل اندلاع الحرب في مصر سربي طائرات ميراج بعدد 54 طائرة، أحدهما بقيادة طيارين ليبيين والآخر بقيادة طيارين مصريين، بالإضافة إلى لواء مدرع. وفي المركز الرابع تأتي الأردن الشقيق، فبعد اندلاع الحرب أرسلت الأردن للجبهات السورية لواءين مدرعين في يوم 16 من أكتوبر، وتحت قيادة الفرقة العراقية المدرعة الثالثة اشتبكت مع اللواء 40 المدرع الإسرائيلي وأجبرته على التراجع لمسافة 10 كيلومترات. وفي المركز الخامس تأتي المغرب الشقيق، فقبل الحرب أرسلت لواء مدرع إلى الجبهة السورية بالجولان وسمي بالتجريدة المغربية، وكما أرسلت المملكة المغربية لواء مشاة للجبهة المصرية فور بدء الحرب. وفي المركز السادس تأتي السعودية الشقيقة، حيث قامت السعودية بإرسال لواء مشاة إلى الأردن فور نشوب الحرب. وفي المركز السابع تأتي السودان الشقيق، فقبل الحرب استقبلت السودان كلياتنا العسكرية لتأمين مقاتلي المستقبل، وبعد اندلاع الحرب أرسل لواء مشاة سوداني إلى الجبهة المصرية، ولكنه لم يستطع الوصول إليها إلا بعد وقف إطلاق النار. وفي مركز الثامن تأتي الكويت الشقيق، حيث تواجدت قبل اندلاع الحرب كتيبة مشاة على الجبهة المصرية، وبعد اندلاع الحرب قامت الكويت بإرسال 5 طائرات هوكر هنتر إلى مصر برغم من امتلاكها 8 طائرات فقط. وأرسلت الكويت لواء سمي بقوة الجهراء المجحفلة إلى الجبهة السورية. وتأتي في المركز التاسع تونس الشقيق، حيث شاركت بكتيبة مشاة على الجبهة المصرية. وفلسطين الشقيق، حيث قامت قوات المقاومة الفلسطينية بنصب الكمائن وزرع الألغام وتنفيذ الغارات على تجمعات العدو الإسرائيلي، مما أشغل العدو، حيث نجحت في تدمير جهاز الرادار في جبل الجرمق جمال فلسطين. ثانياً الدعم المالي، فقد سافر الرئيس هواري إلى موسكو في نوفمبر عام 1973، حيث دفع للاتحاد السوفيتي 200 مليون دولار ثمنا لأية أسلحة أو ذخائر تحتاج إليها كل من مصر وسوريا. ومنحت السعودية 200 مليون دولار، ومنحت الإمارات العربية 100 مليون دولار، ومنحت ليبيا 40 مليون دولار مساعدات لشراء أسلحة عاجلة خلال حرب أكتوبر. ثالثا من أهم الأسلحة والتي كان لها تأثير على مجريات المعركة هو حظر النفط. ففي أغسطس عام 1973 وفي إطار التحضير لحرب أكتوبر، اجتمع العاهل السعودي الملك فيصل والرئيس المصري أنور السادات في الرياض سرا، فطلب السادات خلال اللقاء أن تقوم السعودية ودول الخليج بوقف ضخ البترول للغرب حال نجاح خطة الهجوم المصرية. وبالفعل عند اشتعال الحرب في 15 من أكتوبر 1973 قام أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوبك، هم المملكة العربية السعودية والجزائر والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت، بالإعلان أنها ستوقف إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة والبلدان الأخرى التي تؤيد إسرائيل في صراعها. ولا ننسى مقولة الشيخ زايد حين قال أن دولتنا جزء من الأمة العربية، يوجد بيننا الدين والتاريخ واللغة والآلام والآمال والمصير المشترك، فالبترول العربي ليس أغلى من الدم العربي. وكما قال الملك فيصل لأحد الصحفيين عن احتمال اعتداء الولايات المتحدة على بلاده بسبب حظر البترول وموقفها من الحرب، فقال أن ما نقدمه هو أقل القليل مما تقدمه مصر وسوريا من تقديم أرواح جنودها في معارك الأمة المصيرية، وإننا قد تعودنا على عيش الخيام ونحن على استعداد للرجوع إليها مرة أخرى وحرق آبار البترول بأيدينا وألا تصل إلى أيادي أعدائنا. فكان سلاح البترول من أهم نماذج التكاتف العربي، وكان عامل ضغط قوي على الدول الغربية المساندة لإسرائيل. وكما قررت البحرين عقب وقف تصدير النفط للولايات المتحدة بإنهاء جميع الاتفاقات الموقعة بينها وبين أمريكا الخاصة بمنح تسهيلات للبواخر الأمريكية في ميناء البحرين، كانت هذه هي الروح العرب واتحادهم خلف جيش الأمة الذي يحارب العدو ويواجهه ببسالة. فهو واقع عاشته الأمة أجمع، تاريخ يوحده الدين واللغة، بجغرافيا سحر موقع قلب العالم يتحكم في مضايقه وممرات عبوره ليتم الإعداد لهذه الحرب. وكل دولة عربية تعرف أن لها دورا مثل قطع الدومينو، مهما صغر رقمه لا تصح المعادلة بدونه ولا يبلغ النصر إلا باكتماله.
علينا أن نلتفت أن هناك دولا عربية أخرى لم تسهم في المعركة بقوة عسكرية، ولعل عدم اشتراكها في تقديم الدعم العسكري لا يعني إحجاما منها عن ذلك، وإنما يعني أنه لم يكن لديها ما تستطيع أن تقدمه للمعركة. وهكذا يمكن القول أن التعاون العربي خلال حرب أكتوبر كان أفضل صورة ظهر بها العرب، والذي يمكن أن يكون نموذجا لأي عمل عربي مشترك في المستقبل، ولكن يجب أن نعترف بأخطائنا وأن نتعلم منها.